وسهلا بيكم في احدث اصدار لمحطات حافلات السوبر جيت التابعه لوزاره النقل. انا لواء صبري ايوب رئيس مجلس اداره شركه سوبر جيت، واللي تم افتتاح هذه المحطه في وجود السيد رئيس الجمهوريه يوم 3/7، اليوم المشهود يوم القرار. طبعا المبنى زي ما شفتوا حضراتكم مجهز على اعلى مستوى، تكييف مركزي كامل مجهز لذوي الاحتياجات الخاصه سواء من الرمبات الخارجيه او وجود الاسانسير او السلالم المتحركه. الحاجه الثانيه، لدينا كافيتيريا، لدينا حمامات، لدينا منظومات حجز الكترونيه. التصويب نفسه للمبنى يليق بالمواطن المصري، وان هو لما بيجي يحجز ما يقفش في شارع، ما يقفش في حرب، يقدر يتعامل، يقدر ينتظر. الحاجه الثانيه كمان انه بيرتبط المكان ده بيامن المواطن، النقطه دي مهمه جدا، بمعنى ان انا برتبط مع حوالي 6 وسائل مواصلات اخرى من خلال شبكه الانفاق اللي موجوده في هذا المكان. الباب اللي في النهايه ده موجود فيه يوصل على السلام ونور حضراتكم، وبالتالي المواطن لما بيوصل من اي وسيله من الداخليه سواء من المترو، وانا هنا ما بسموش مترو الخط الثالث فقط ولكن بسميه الخط الاول والثاني لان بيرتبطوا مع بعض، ثم ال ار تي واللي بيربط مناطق شرق القاهره جميعا المجتمعات العمرانيه الجديده، ثم قطار السويس. اي مواطن بيوصل داخل الهب الكبير بيقدر ينزل من خلال شبكه الانفاق ويجي عندي هنا يحجز، وبالتالي يخرج ويكمل ويحجز ويركب عربيته ويمشي، ما اخترقش طريق، ما عداش شارع، وبالتالي ده بيؤمنه تماما. لدينا هنا ان شاء الله هنطلع نفرجها لحضراتكم غرفه تحكم كامله، لدينا اجهزه جي بي اس راكبه على الاتوبيسات، وبالتالي لدينا شاشه بنتابع بها اتوبيساتنا وبنراقب بها سرعاتنا وبنتحكم في هذه السرعات ونقدر نعرف اي موقف لاي سائق في اي وقت. الحاجه الثانيه ان احنا انشانا أول محطة في مصر بمعنى الكلمة لشحن الأتوبيسات الكهربائية. يمكن بالصدفة حضراتكم موجودين، موجود حاليا في داخل الساحة 6 أتوبيس كهربائي. المحطة دي حديثة تماما، نفذتها شركة مصرية خالصة بأيدي مصرية، وعملت لها منظومة هم هيتولوا شرحها فوق، إن حاليا في قبل التدريب عليها، موجودة الشركة المنفذة فوق. النهاردة أولى وأعمال هذه المحطة إن عندي 4 أتوبيسات من شركة مصر للطيران للخدمات الأرضية، اشتروا 4 أتوبيسات لخدمة العاملين تطبيقا لمبدأ النقل الأخضر يعني، وبالتالي جايين عشان نعمل بروتوكول تعاون في إن احنا نشحن لهم هذه الأتوبيسات. الحاجة الثالثة كمان عندنا المنظومات الحجز الإلكترونية موجودة على شاشاتنا فوق، نقدر نخطط ونعمل رحلات. كل الإمكانيات مسهلة للراكب في إنه يتحرك يوصل بدون اي صعوبه. كل ودلاده هيئه الارزاق ليس لدي، لكن بالنسبه للطاقه التشغيليه احنا عندنا نصل ل 140 رحله يوم على مدار اليوم، ومعدل الاركاب يصل لحوالي 5000 راكب. الحاجه الثانيه ان احنا لدينا هنا برضه نوعين ثانيين من المواصلات اللي هم غير السوبر جيت، النقل بين المحافظات. ان شاء الله لدينا اتوبيس الترددي عدلي منصور المطار، واذا بيطلع ياخد التيرمينال في المطار، التيرمينال الموسميه وثلاثه واثنين وواحد، ثم يلف ويرجع ينزل هنا الناس، او العكس صحيح يشيل من هنا ويودي المطار. الحاجه الثانيه في وسيله اخرى وهو حافلات تردديه على اساس تنقل الناس من الموقف هنا وتنقلها داخل مدينه السلام في الموقف بتاع الاقاليم اللي موجود، ممكن توديهم، او في موقف جديد بيتعمل اسمه موقف العبور الجديد بتنقل ليه برضه تودي الناس. منظومه الشحن تتطلب الربط ما بين 3 حاجات اساسيه. اول حاجه بطاريه الاتوبيس، السواق اللي على الاتوبيس، والشاحن اللي موجود في المحطه. التلاتة دول بيتكلموا ببروتوكولات معينة علشان نعرف ان احنا ندي للراجل المراقب هنا على المحطة الاتوبيسات دي كلها اتحركت امتى، شحنت امتى، استهلكت كيلوات اور قد ايه، في مسافة قد ايه، علشان نعرف احنا كمان نشوف الريبورت لو في اي فولتس او مشاكل او الارمات جاية من البطارية، ونبقى في برو اكتف مانتننس وبرو اكتف سبورت لكل البطاريات اللي موجودة في جميع والشواحن اللي موجوده في جميع انحاء الجمهوريه اللي مربوطه على بلاتفورم واحد بيشوف الشواحن دي وبيدي الامكانيه لسواق الاتوبيس بابلكيشن ان هو يعرف يروح يايدنتيفاي يعرف نفسه واتوبيسه مع الشاحن ويبتدي الشحن من خلال الابلكيشن. كده بيجيلنا المعلومه بتاعت الاتوبيس ده خرج من عند المحطة بنسبة 95 أو 100% شحن، رجع المحطة بنسبة 20%، استهلك منها كيلو وات بطارية بكذا،
في مسار كيلومتر بكذا. VK